طلع صورة مشرقة وشيء طيب يا ربي لك كله الحمد. بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حكومتنا الرشيدة اللي ما قصرت الحمد لله. والله لهم أيد بيضاء بهالمواضيع هذه يا ربي لك الحمد. خلوا الحاج ينعم براحة وطمأنين وسعادة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، إن الله رزقنا ولاة طيبين وناس فيهم خير. ثانيا نشكر يعني أهل مكة جزاهم الله خير بزيارتهم لنا وتشريفهم، وصراحة أحرجونا بكرمهم ما قصروا بكل شيء يعني صراحة. أين استقبالهم وضيافتهم وحلا وحركات أشكركم أنتم يعني ما قال استضفتونا بعد وجزاكم الله خير، هذا من كرمكم الله يطول عمرك. أنت عزيز وغالي يا أبو عبد الرحمن، يسعدكم الدنيا والآخرة، وكلام ما شاء الله كلام طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني شيء يفرح أي إنسان فيه خير، والله يفرح الكلام الطيب هذا اللي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني تفرج الهموم، والله سبحانه وتعالى يجب الأرزاق ويسر الأمور كلها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني ذكر المجالس هذه ذكر طيب اللي فيها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما شاء الله تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة ويذكركم الله من عنده يا سلام. سبب هالجلسة الطيبة يا سلام وكلها بسباب على ما قال الضيوف الكرام، وهو ترى صراحة أهل مكة جيناهم هناك والله أهل كرم، الله يكرمك، يعني بدون مجاملات يا سلام. هناك يعني استقبالهم لنا وكرامهم وبشاشتهم صراحة يعني مهما قلنا فيهم نقصر من دونهم. يا سلام. الله يسعدك ويبارك فيك. احنا اهل مكه تعودنا ان احنا في الحج لازم نشتغل، كذا لازم تشتغل في الحج في خدمه الحجيج، لان هذا اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، انك تخدم ضيوف الله سبحانه وتعالى. يا سلام سبحان الله. بدون مقابل اكثرهم يعني خلاص، بس هذول ضيوف علينا عظم والله بالشارع، لا له جزاه الله خير لوجه الله. يا سلام. صارت عادة سبحان الله، أحيانا كل سنة أقول ما بشتغل، السنة هذه بريح، بس لما تشوف الباصات وتشم ريحة الشكمان اللي ارتبط والله اقسم بالله في رب الحليب والزحمة ريحة الكنويس ارتبطت فعلا بمشاعر، تقول خلاص أنا ماشي مثلا من بيتي حق طعمنا وأروح العزيزية وأنا ماشي كذا إلا وأشوف الباصات، يا الله خلاص ما أقدر أتحمل أشتغل. السنة هذه طبعا صار لي ظرف شوية، الوالد كذا تعبان شفاء الله اللهم الله. لكن زعل علي ابو عبير السنه هذه، قال لي انت السنه هذه شفتك ما انت متحمس وما ادري ايش، احنا كل سنه نشتغل مع بعض، وبرضه من المواقف اللي نشتغل فيها انا وابو عبير، تعرفون تكدس الحجاج في وقت وجبه الغداء، هذا وجبة الغداء كان في واحد مسؤول، أنا وأبو عبير مسؤولين عن الثقافة، البرنامج الثقافي توعية، لكن ما نقدر نجلس، تحصلنا نبرم في المخيم كله. مسؤولين عن كل حاجة ونلف على الحجاج ونتعرف عليهم ونسلم عليهم، وإضافة إلى أنهم غالبا يعني يعرفونا بحكم السنابات وحكم الإعلام، يعني أغلبهم قد شافنا، لكن لما تجي أنت فاتفقنا مع صاحب المسؤول عن التغذية، قلنا له بدل ما المخيم كله يتكدس على البوفيه المفتوح، لا ناديهم خيمه خيمه، وفعلا طيب الان عشان ناديهم خيمه خيمه، قلت لابو عبير، ابو عبير يبقى في الخلف، طبعا فيه بوفيه في اليمين وبوفيه في اليسار، فانا واقف في الامام اعطي الحاج هذا صحن واعطي له صفره، وابو عبير يمشيهم، فايش يسوي عشان ما لما يكون في تكدس ما يقول الحاج تحرك، لا يصيح علي يا ابو روان يا اخي انت سببت زحمه، خليت الحجاج يتكدسون عشان تسولف معهم، خليهم يمشون يا اخي. جميل كيف؟ يضرب فيك. ايوه فابدا ارد عليه اقول يا ابو عبير انا مشي اللي عندي، بس انت جالس تسولف معهم مكدسهم عندك هناك. هم ماخذين الموضوع بطيب وضحك، ايش بك زعلت ابو عبير، ابو عبير زعلك طول اليوم، هم يقابلونا في الاسياب في كذا هالشكل، يعني ما أخذنا معهم، تخيل عندنا 400 حاجي ما أخذنا معهم في توزيع الأكل ولا حتى 45 دقيقة. ما شاء الله. لأنه يمشي الخيمة هذه وتخلص ونروح للمجموعة اللي بعدها وتمشي وتخلص، لكن لما تنادي المخيم كامل 400 واحد هيكون صاف سيرة وتكدس وزحمة وبدون ترتيب، لا لكن
فوقفنا مع مسؤول التغذية فقال والله جبتوا لنا فكرة جديدة وانبسط صراحة معنا جزاه الله خير والأستاذ علي. هو كان المسؤول الاجتماعي حق الخدمة كان عنده إشكالية كيف نوزع الغداء بطريقة بحيث أن الحجاج ما يجلسوا في الممرات والشمس تضرب عليهم. تعرف أنت في صحيح في الحج يكون الشمس قوية جدا والممرات حارة، فهو ما يبغاهم يخرجوا ولا يبغاهم يتعبوا، فكان يفكر يعني. فأخذني أنا بروان قال إيش تشوفوا إيش الطريقة، أبغاكم تفكروا معايا بصوت مسموع. فبدأنا نفكر وفكرنا بالطريقة اللي قالها بروان ما شاء الله، أنه وفقته وسددته ما شاء الله. كل خيمة تجلس في مكانها ونبدأ نخرج الخيام يعني مجموعة 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 بسيطة بحيث أنه يخرج على طول، يدخل خيمة الغداء ياخذ غداء ويخرج على طول مباشرة، ما يتكدس وما يصير فيه تكدس ما شاء الله. وأعجبوا بالفكرة جدا ما شاء الله تبارك الله، والحمد لله نجحنا فيها. وعندنا في البرنامج الثقافي في المسألة من نبدأ خاصة يوم العيد يبدأ برنامج معايدة وبرنامج فرائحي، فأبدأ في البداية أنا أتكلم وأعطيهم بعض الأشياء ما أخذوا. طبعا إحنا ما نحب نسترسل في الكلام لأنه الاسترسال في الكلام ممل، لكن هي نفس الفكرة اللي نبغى نوصلها بطريقة أني أنا أتكلم، هذا أبو عبير يقاطعني وأبدأ أنا أتشاد معه، فيصير في صفي عدد من الحجاج وفي صف أبو عبير عدد من الحجاج اللي معايا من بطريقة فكاهية كل واحد كسب جمهور. فنقدم فنقدم شو اسمه القيمة بطريقة يعني فكاهية. الحاصل إنه في نهاية اللقاء من اللي معايا أغلبهم رافع يد. لا 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 لحظة إيش الهدف؟ نسيت الموقف. طيب الموقف إيش هو؟ أيوه الموقف طبعا جايبين أهل الحملة جايبين تورتة طويلة كبيرة ما شاء الله، يعني ما شاء الله طرة كبيرة. حاطين صورتك؟ لا ولا حطوها؟ لا لا جايبين تورتة طبيعية حاطينها فوق الماسة، الماسة طويلة جدا. أسلام. فبروان انسل من جنبي وراح لين عند التورتة وأشر للحجاج وقال لهم من معايا؟ على الطرطة يعني إيه؟ الناس كلهم بيجوا يأكلوا طبعا، كلهم قالوا إحنا معك، تركوني وراح عند بروان. شايف كيف؟ اليوم الثاني أبو عبير جالس مسوي حزين ويبكي، قلت يا جماعة الخير انتهى زمن تهيج العواطف، انتهى دموع تبكي دموع التماسيح. دموع التماسيح الناس ما لها إلا الحقائق. يا سلام. تهيج العواطف من العواطف كلمات كذا وعبارات رنانة وأنا مسكين وأنا، هذه كلها ما عندي يا أبو عبير، أنا أعطيهم شيء أعطيهم مادة، أنت بس جالس لي تبكي وتسوي لي فيها وتصيح تستعطفهم. انسى الموضوع هذا، ما عاد هو في صفه. وهذه فعلا وهذه لفتة مهمة جدا خصوصا للخطباء في المساجد. موضوع بعض الخطباء يعطي قصة، القصة قد تكون من نسج الخيال، والمفترض أنه يقول أنها مثلا القصة هذه رمزية أو غير حقيقية، لكن بعضهم يسردها على أنها شيء واقع. عندنا في الأنماط اللي موجودة بعض الناس المنطق عنده مرتفع يبدأ ينقد هذه القصة، أما الناس اللي العاطفة عندهم فهو ينظر لمحتوى القصة فقط بغض النظر عن صحتها ويجلس حزين حزين ويبكي ويتأثر. الثاني اللي المنطق عنده مرتفع إيش يقول؟ والله ما عاد أحضر عند هذا. ليه؟ يا أخي قصة مكذوبة من بداية نهايتها، ما هو صحيح هذا يا أخي، اتق الله الرجل فاضل. مو مسألة رجل فاضل، القصة ما هي صحيحة. ولذلك مهم جدا في سرد القصة إذا كانت رمزية أو غير حقيقية لابد أن تقول هذه قصة رمزية غير حقيقية، أو تقول سمعتها أو قرأتها، وليس ناقل الخبر بكاذب. لما تقول هذا الشيء فمعناته أنك أخرجت نفسك من الموضوع، أما أنك تسردها وتتكلم على أنها أصلا واقع هذا شيء مو صحيح لأنه يأثر على المستمع. الله يسعدكم. حيا الله أخويا.